السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7E News. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. محمد بن راشد يشهد جانبا من منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة. حاكم الشارقة يتسلم الزمالة الفخرية العالمية من جامعة باريس بانثيو. منتخبنا الوطني للجوجيتسو يتدرب على فترتين استعدادا للبطولة الآسيوية في بانكوك. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تعد مشروعا طموحا يسهم في تعزيز استعدادات دولة الإمارات للمستقبل. وقال سموه مشروع قطار الاتحاد لبنة جديدة في صرح الاتحاد ومحطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات التنموية. جاء ذلك خلال حفلة تدشين سموه لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في المركز الرئيسي للتحكم والصيانة في منطقة الفاية بإمارة أبوظبي. وأضاف سموه فخورون بأبنائنا وبناتنا الذين عملوا على مدى أعوام لبناء مشروع استراتيجي طموح ينقل اقتصادنا الوطني إلى آفاق جديدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ربط إمارات الدولة بشبكة قطارات وطنية يرفع إمكانياتنا ويعزز تنافسيتنا ويرسخ وحدتنا. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جانبا من منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على مدى 7 أيام بمشاركة 140 دراجا يمثلون 20 فريقا من عدد من دول العالم بما فيها دولة الإمارات. تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة الزمالة الفخرية العالمية من جامعة باريس بانثيون، نظير إسهامات سموه في المجالات العلمية والثقافية والأدبية ودعم مسيرة التعليم الأكاديمي والبحث العلمي. وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة منحة الزمالة الفخرية العالمية من جامعة باريس بانثيون موجها شكره وتقديره لهم ومشيدا بجهودهم ومبادراتهم الحثيثة لإنجاح برامج وخطط الجامعة الأم في مجالات القانون والتشريعات وعكسها على مستوى فرع الجامعة في دولة الإمارات. أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان نسخة موقعة من أحدث إصدارات سموه كتاب تاريخ أئمة البوسعيد في عمان الذي يعد الجزء الرابع من سلسلة سلطان التواريخ، ويروي فيه حاكم الشارقة تاريخ عمان خلال فترة من الزمان قادها 4 أئمة كانت غايتهم حفظ الأمة والأرض العمانية
ونقل هدية صاحب السمو حاكم الشارقة سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وتسلمها نيابة عن جلالة السلطان هيثم بن طارق معالي السيد حمود بن فيصل البسعيدي وزير الداخلية العماني. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في المدينة التدريبية في دبي جانبا من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك بعد 5 أيام من المنافسات شارك فيها 55 فريقا حول العالم. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد دعم دولة الإمارات للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وإنجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية وتحقيق كل ما من شأنه استقرار ونماء وازدهار السودان. دشن معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الزورق مسبار الذي يعد أحد الوحدات الرئيسية في تقديم الإنذار المبكر وتنفيذ عمليات الأمن البحري لقيادة الحرس الوطني، وأشاد معاليه بدور الكوادر الوطنية المؤهلة والقدرات الدفاعية التي يتمتع بها الزورق، مشيدا بالتقدم والتطور المستمر في الصناعات الدفاعية الوطنية. نتابع. تستعرض مجموعة AM الإماراتية من خلال مشاركتها بشركة الصناعات المتخصصة في الصناعات العسكرية أحدث الأنظمة الدفاعية والمراقبة المتطورة التي تراعي في تصنيعها التضاريس المختلفة، وذلك خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2023 الذي تستمر فعاليته حتى 24 من فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعرض. وقال أحمد المزروعي الرئيس التنفيذي للمجموعة: نستعرض العديد من المنتجات التي تحمل شعار فخر الصناعة الإماراتية ويتم تصنيعها بالكامل في دولة الإمارات. وأضاف أن المجموعة تستعرض خلال معرض آيدكس 2023 برج حراسة ومراقبة ذكي متعدد المهام يغطي أكثر من 6 كيلومترات، ويمكن تغطية هذا المحيط بالكاميرات وبالحماية اللازمة. اختتم تحدي هاكثون الإمارات 2023 في أم القوين المقام تحت شعار
تحديات اليوم حلول الغد الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع دائرة حكومة أم القيوين الذكية وجامعة أم القيوين بمشاركة 119 مشارك من طلبة الجامعات وطلبة المدارس وموظفين الجهات الحكومية وأصحاب المشاريع الناشئة. شهد يومي التحدي الذي استضافته جامعة أم القيوين عرض أفكار مبتكرة وخلاقة ومشاريعها تحاكي احتياجات المستقبل، شارك بها 39 فريق تم تقسيمها وفق المسارات المعتمدة من هاكاثون الإمارات هذا العام لمساعدة الفئات المشاركة على تحقيق أفضل النتائج. وشارك 27 فريق من مسار طلاب المدارس وستة فرق من مسار طلاب الجامعات، بالإضافة إلى ست فرق من مسار الشركات الناشئة ورواد الأعمال. كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن أجندة جلسات ومحاور القمة الشرطية العالمية 2023 في نسختها الثانية التي تنظمها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 وحتى 9 من مارس المقبل، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنقاذ القانون العالمية وخبرائها ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمان في المجتمعات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شرطة دبي في مختبر الابتكار بمقر القيادة العامة وبحضور سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة وسعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات وام والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلى مدير الإدارة العامة للتميز والريادة والعقيد دكتور عبد الرحمن المعمري نائب مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط والأفراد والإعلاميين. وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية شراكة مع وكالة أنباء الإمارات وام بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في الجانب الإعلامي بشأن القمة الشرطية العالمية 2023. وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في الجانب الإعلامي بشأن القمة الشرطية العالمية 2023 والاستفادة من الإمكانيات الإعلامية واللوجستية لدى وكالة أنباء الإمارات في التغطيات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة بلغات عدة، بالإضافة إلى توفير تغطية بالأخبار والصور للجلسات الرئيسية وورش العمل والفعاليات التي تتضمنها القمة على مدار 3 أيام. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E نيوز. نجحت المفرزة الطبية لفرق حفظ السلام الصينية في لبنان في إنجاز مهمتها في تمرين الملاك المنقذ الذي نظمته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وحاز على موافقة واسعة من جميع الأطراف. كما تم وضع هذا التمرين في سيناريو تحطم قافلة دورية إسبانية مع إصابة 4 أشخاص، وشاركت 9 دول بما في ذلك الصين وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا في التمرين، وحظي الأداء الممتاز للطاقم الطبي الصيني بثناء كبير من الأطراف الأخرى. ضربت هزتان أرضيتان سيبيريا شرق روسيا، وأفادت مديرية حالة الطوارئ الإقليمية هناك في بيان أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، فيما ضربت هزة أرضية ثانية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر مقاطعة إيركوتسك، ولم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش من تصعيد الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة خاصة طارئة مستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعشية مرور عام على الحرب الجارية في أوكرانيا، استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلستها الاستثنائية الطارئة 11 للنظر في مشروع قرار جديد يهدف إلى استعادة السلام. وفي كلمته أمام الجلسة حث غوتيريتش الأطراف المعنية على وقف الصراع واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وقال غوتيريتش: الحرب ليست الحل، الحرب هي المشكلة، يحتاج الأوكرانيون والروس وشعوب العالم إلى السلام، بينما قد تبدو الآفاق قاتمة اليوم يجب علينا جميعا أن نعمل مدركين أن السلام الحقيقي والدائم
يجب أن يقوم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E News. شهد اليوم الرابع من معرضي آيدكس ونافيدكس 2023 إعلان مجلس التوازن الجهة الحكومية عن توقيع 10 صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة 2.7 مليار درهم موزعة على 6 صفقات محلية وأربعة دولية، وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة لمعرضي آيدكس ونافيدكس 2023 في 4 أيام منذ انطلاقهما إلى 21.14 مليار درهم وبواقع 44 صفقة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي. مجلس التوازن عن صفقات اليوم الرابع من معرضي آيدكس ونافدكس 2023، حيث يقوم المجلس ضمن مسؤولياته بإدارة الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية والمالية لمشتريات وإدارة برامج وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي. بلغ عدد الصفقات الموقعة في اليوم الرابع لصالح وزارة الدفاع 10 صفقات بقيمة 2.7 مليار درهم، تتضمن 6 صفقات مع الشركات المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار درهم، وأربع صفقات مع الشركات الدولية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة خلال الأربعة أيام لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 إلى 21.14 مليار درهم، شملت 44 صفقة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي. نحن في مجلس التوازن نستلهم الرؤية من قيادتنا الرشيدة ونؤكد التزامنا على مواصلة مسيرة النجاح والنمو والتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي. أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالشراكة مع مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات برنامج إشراق الأول من نوعه، والذي يهدف لجعل قطاع الأغذية والمشروبات واحد من أكثر الخيارات المهنية جاذبية للمواطنين الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات لكونه أحد الصناعات الاستراتيجية في دبي والإمارات. النشرة مستمرة مشاهدينا، وإلى أخبار الرياضة من 7E News. أجرى منتخبنا الوطني للجيتسو حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية في صالة فندق الإقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة التي ستقام خلال الفترة من 26 إلى 27 من فبراير الحالي. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن راشد يشهد جانبا من منافسات طواف الإمارات للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة.
حاكم الشارقة يتسلم الزمالة الفخرية العالمية من جامعة باريس بانثيو. منتخبنا الوطني للجيجيتسو يتدرب على فترتين استعدادا للبطولة الآسيوية في بانكوك. كنا معكم مشاهدينا من 7E نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.